دوراتهم العلمية بطريقة عملية. 3 جامعات أهلية وحكومية شاركت في مسابقة. المسابقة فكرتها أنه عيدان الأسنان بتشكل جسور. لنفوز أو ليفوز المجسمات في شروط معينة بالوزن والطول. رح نعرف أكثر عن الموضوع. طبعا موجودين معنا بالاستوديو دكتور محمد نزال، صباح الخير، من أكيد قسم هندسة الميكاترونكس في الجامعة الألمانية. طارق المعاني، صباح الخير طارق، فهد كيف لمعاني. حالك؟ فهد لمعاني. فهد لمعاني، اهلا وسهلا. بتكون نائب الرئيس في العلاقات العامه والتسويق. ايضا من وين نبدا؟ من طارق. عندك طارق. طارق كيف حالك؟ طارق انت بتكون رئيس النادي. وايضا عبد الله بتكون نائب الرئيس في الامور الفنيه. اهلا وسهلا فيكم. رح نعرف اكثر عن الموضوع انا وديانا، رح نحكي معكم بس نشوف رائده حمراء اعدت لنا تقرير عن هالمسابقه وبنرجع لنكمل الحوار. طابعهم النجاح والتحدي، وهدفهم الإنجاز والتميز، واكتساح المراكز الأولى في مسابقة تعد غريبة بعض الشيء، إلا أنها حاكت عقول الشباب الأردني الجامعي. نادي رابطة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات نظم مسابقة قوامها الإبداع في تصميم جسور من عيدان الأسنان لا يزيد وزنه عن 100 جرام، ومواصفات هذا الجسر خاضعة لقوانين رياضية. احنا اخترنا نكاشات الاسنان لانه عاده بكل دول العالم لما يبنوا جسر هم المهندسين المعماريين والمدنيين بيعملوا سيميوليشن للجسر، فاول شيء بنبني الجسر على شكل خشبي. المشرفون على الفعاليه بينوا ان المتسابق الفائز هو الذي يقوم ببناء الجسر الذي يحمل اكبر وزن ممكن، وهو ما دفع الطلاب نحو خطى الفوز. تنافس حميم ومفعم بالحيوية انبثق من طلاب الجامعات الأردنية بشقيها الخاصة والحكومية، مؤكدين على عزمهم في الفوز بالجائزة الكبرى والتي تقدر بمبلغ مادي متواضع مقارنة بالفوز المعنوي. جاي اليوم حتى انه انافس يعني الجسور الثانيه بالجامعات الثانيه، يعني فرصه انه نشوف انه الجامعات الثانيه شو في عندها، يعني انه احنا اوكي بنعرف زملائنا بالجامعات، الفرصه نتعرف على ناس جداد، نشوف مهندسين جداد. اول شيء جايين نحن هون بالمشاركه بالمسابقه عشان نشارك بالجسر هذا، يعني بنحاول ان شاء الله انه تعبنا عليه، بنحاول ان شاء الله نفوز بالمشاركه منيح. وفي كثير زي ما شفتوا صورة وننافسهم كلهم وان شاء الله نفوز. تقريبا 30 طالب من كل الجامعات مع اصحابهم مع زملائهم في الكليات جايين يشاركوا، بنجمعهم بشيء مفيد مع انه بسيط جدا. يذكر أن نادي رابطة المهندسين تم تأسيسه في تشرين الأول أكتوبر العام 2010 بهدف تنمية قدرات الطلاب العملية عن طريق المشاريع التكنولوجية التطبيقية. رائدة حمراء لبرنامج دنيا يا دنيا، عمان. طارق العضايلة رئيس نادي اي تريبل اي، احكي لنا يا طارق عن فكرة إنشاء النادي. أول شيء صباح الخير، يعطيكم العافية، شكرا للاستضافة الحلوة هاي. اجت فكرة إنشاء النادي من إنه طلاب الجامعات بشكل عام وخاصة طلاب جامعتنا بدرسوا لمدة 5 سنين بدون ما يشوفوا الإشي اللي بدرسوا تطبيق عملي. طبعا أوكي في عندنا مختبرات ولابات بس غير كافية، فحبينا إنه نعمل إشي
نخلي الطلاب يعملوا بروجكت يشاركوا بخدمة المجتمع، يفيدوا غيرهم ويستفيدوا هم بنفس الوقت. فاجت على بالي انه نعمل نادي تحت مظلة الاي تريبل اي، هو اسمه الانستيتيوت اوف الكترونكس اند الكتريكال انجينيرز. طبعا هو ما بيحتوي بس على مهندسين، احنا عندنا طلاب من جميع التخصصات، حبينا ندخلهم معنا. عندنا طلاب بزنس، اكاونتنج، مانجمنت، ماركتنج، من شتى التخصصات الهندسية وغير الهندسية. بنركز كثير بالنادي تبعنا على أنشطة غير منهجية وخدمة مجتمع، وبنفس الوقت عندنا نشاطات تكنيكال بحتة يعني. طارق أنت مهندس؟ أنا سنة خامسة هندسة ميكاترونكس، لسه ما صرت مهندس بس إن شاء الله خلال كم من شهر عقبال ما تصير مهندس. الله يسلمك. يعني حبيت إنه ما يكون الدراسة بشكل عام مش بس بالهندسة، بكل التخصصات، إنه ما تكون بس نظرية، إنه تطبق، فأنشأت النادي. بالضبط. النادي بلش عندنا بثلاث أربع طلاب، وهلا الحمد لله ماخذ 10% من عدد طلاب الجامعة، حوالي 120 طالب وأكثر من هيك. 120 طالب في النادي من مختلف التخصصات ومختلف الكليات. طيب وكيف اخترت بعدين فهد وعبد الله؟ طبعا فهد وعبد الله هم من اكثر ناس شاركوا معنا بهي المسابقه بالتحديد. احنا عندنا بالنادي بنعمل انتخابات عاده بتصير بيننا بالنادي، وبنختار احسن طلاب وهيك. بس طبعا يعني كل طالب عندنا بيبدع وبيجتهد بوصل، يعني هي الشغله عندنا بنشتغل احنا از تيم، يعني ما عندنا احنا مناصب ولا رئيس نائب رئيس، كلياتنا تيم واحد وبنركز كثير على التيم وورك. بس طبعا هي هيك الحياه، انه لازم يكون في ناس انه ماسكين بروجكت كوردينيتورز وبروجكت ماركتينج وهيك، غير عن هيك. اوكي دكتور محمد نزال، انت شو دورك بالنادي؟ انا بصراحه اول ما انشأوا النادي اجوا الطلاب قالوا لي حابين تكون مشرف علينا، فاحنا قعدنا نفكر كيف ممكن نعمل نادي يستقطب اكثر عدد من الطلاب. فخطرت ببالنا فكرة إنه نعمل نادي مميز غير تقليدي، لأنه في كتير نوادي بالجامعات معظمها تقليدية. فخطرت عبالنا فكرة إنه نطلع برا الإطار التقليدي، إنه زي ما تفضل طارق كل اللي بنشوفه دائما نظري، يعني الطالب أنا بسميه مرات بيطلع من مدرسة صغيرة لمدرسة كبيرة. يعني الجامعة بتكون مدرسة كبيرة بالنسبة له، مع حرية أكثر. بس إحنا لا، فضلنا إنه ناخذ الطالب لليفل جديد، إنه يطبق اللي بتعلمه. هلا يطبق اللي بتعلمه عن طريق مشاريع، وبلس إنه حبينا إنه الطالب يعني يتعلم العمل الجماعي عن طريق مشاريع. يعني هلا المشكله بطلابنا انه لما يروحوا على الاندستري ما بكون عندهم كثير خبره كيف تعمل مشاريع، بكون بس عنده الورقه والقلم مفكر انه كل شيء زي الجامعه. احنا ناخذ الستيب لليفل اعلى، الليفل الاعلى انه يصير يعمل مشاريع، يعمل عمل جماعي مع طلاب، يتعلم شيء جديد ويطبق اللي تعلمه. يعني مثلا هلا الشباب لما جابوا لنا الفند للمسابقه راحوا قعدوا مع مدراء شركات. طب هلا مثلا طالب سنه اولى وثانيه بقعد مع مدير شركه، هلا بكره لما بده يشتغل، لما يقعد مع مدير شركه رح يكون كثير متريح، ما عنده اي مشكله، ما عنده رهبه، ثقته بنفسه عاليه. بلس انه في شغله ثانيه بنخلي الطلاب يزيدوا ثقتهم بانفسهم، يعني هلا الطالب لما يعمل نشاط وكثير ينجح، والحمد لله هلا كل نشاطاتنا كثير ناجحه، يعني فبعطيه دفعه معنويه رهيبه بتخليه يحس انه شخص بناء وقادر على الانجاز يعني. فهذا جزء اساسي من يعني من اساس النادي تبعنا، قلنا يكون مميز وغير تقليدي. طبعا عندنا نشاطات ثانيه مش بس المسابقات، عندنا مثلا مشروع كبير اسمه لاب اون ويلز، مختبر متنقل. هلا هذا هو عباره عن مشروع تطوعي، بنخلي طلاب الجامعه يروحوا على المدارس ويعملوا لهم تجارب، وتجارب تطبيقيه كمان، ولها علاقه بعلماء عرب. يعني هلا الطالب بالمدرسه، طبعا هلا احنا بلشنا بجوب الفقر والجهه الداعمه لنا مدرستي. طالبنا بروح بيعمل التجربه لطلاب المدرسه، مثلا عملنا لهم كاميرا وقلنا لهم هاي من حسن بالهيثم، هو اللي خطرت بباله فكره الكاميرا، والطالب بيعملها بايده وبيطلع برا بيصور فيها، بشوف الصوره مقلوبه مثلا. حلو صح. علمناهم مثلا شغلات بالكيمستري، فالنادي تبعنا شوي متنوع. وفي اول مشروع عملناه بصراحه مشروع كان كثير كبير، حولنا عماره لشاشه نقطيه، كنا اول ناس بالشرق الاوسط نعملها، يعني اكبر شاشه نقطيه في الميدل ايست كانت. فهذا برضه المشروع اعطى دفعه رهيبه للطلاب، ولقى بصراحه قبول كثير كبير، وفي له افلام على يوتيوب وهيك وعليها يعني فوق ال 10,000 كليك تقريبا. فبصراحه انا شايف الطلاب هذا النادي كثير عم بتطور وكثير عم بيستفيدوا. وطبعا احنا في شغله هون بحب دائما احكي عنها، هلا احنا هون ممثلين عن الطلاب، طبعا لولا جهود الطلاب اللي هم بيشتغلوا معنا، اللي هم 120 او يزيد عن 120 طالب، كان احنا ما وصلنا لهون. طبعا احنا برضه بنوجه لهم كثير تحيه كبيره، وبنقول لهم يعني لولا جهودكم، لولا تعبكم واخلاصكم، وبصراحه الجهد الكبير اللي بذلتوه كان احنا ما وصلنا لهون. هلا نادي الاي تريبل اي هو من الجامعه الالمانيه الاردنيه صحيح؟ هلا الفكره بالاي تريبل اي، هو الاي تريبل اي منظمه عالميه. اوكي. هلا هي نون بروفيت، غير ربحيه يعني. هي اكبر فيها تقريبا بالنسبه لل يعني اكبر مؤسسه غير ربحيه محترفه، فيها مهندسين وناس مهنيين يعني.
فيها تقريبا 400,000 عضو تقريبا. هلا هي موجوده في امريكا اصلا. هلا احنا ماخذين فرع، بس احنا فعليا احنا يعني فرع الجامعه الالمانيه، بس فعليا كل نشاطاتنا نابعه منا من طلابنا، يعني كلها افكار طلابنا. مثلا التوث بيك بريدج كومبيتيشن هاي شفناها، عبد الله ابو الروس هو اللي اجى حكى بدنا نعمل هاي المسابقه وحطوا لها القوانين وتعبوا كثير عليها. لابو انويل برضه فكرتنا وفكره طلابنا وكله بصراحه يعني بنمليه بايدينا، يعني مش عمالنا احنا بنستنى حدا يساعدنا من برا. احنا بس لانه هاي منظمه عالميه وفيها شويه استفاده من انه ننتمي لها، مثلا بصح لنا ماجازينز دوريه فيها اخر تطورات التكنولوجي وشغلات زي هيك. الطلاب برضه في لهم شانل الاي تريبل اي حلوه كثير بتفرجوا عليها بيشتركوا فيها لما يشتركوا بالاي تريبل اي. في مؤتمرات شاركوا الشباب مؤتمر بقطر قبل فتره، بصراحه كانوا اكثر فريق مميز هناك يعني رفعوا راسنا والكل كثير حب نشاطاتنا واخذنا سمعه كبيره الحمد لله كجامعه يعني. طب ممكن يشاركوا معكم طلاب من جامعات ثانيه بالاردن؟ هلا احنا الفيجن تبعتنا انه نكبر ونكبر. حاليا بصراحه بنتوسع يعني كثير، عمال بزيد علينا الطلب، يعني الطلب بزيد كثير يعني بلش مش تخرج الامور برا السيطره، بس بلشنا باربعه صرنا ب 120 حلو. وكلنا طلاب اللي بنشتغل مع بعض يعني، فان شاء الله راح نتوسع وراح نكبر، بس بنحاول نكبر بطريقه منظمه. هلا بلشنا نحرك طلاب الجامعات الثانيه عن طريق هاي المسابقات. حلو. يعني ما بدنا طلاب الجامعات الثانيه برضه يقعدوا ما يعني ما يشاركوا ولا ولا يعملوا مشاريع، لا بدنا اياهم يكبروا ويكبروا اكثر. فبلشنا نحاول نحركهم بطريقه انه تضل مسيطرين على الامور يعني. عبد الله ابو الروس، شو اللي خطر على بالك تعمل هيك شيء؟ بصراحة الفكرة هاي اجت كنت بمدرسة بامريكا وعملناها هناك، ولما اجينا هون طبعا الفكرة كانت كثير حلوة وتوقعت انه تلاقي اقبال واسع من الطلاب، فاقترحت على الدكتور انه نعملها بالجامعة وسويناها اول مرة بس على مستوى جامعتنا، وشاركوا فيها تقريبا 9 فرق ولاقت نجاح كبير يعني بصراحة، فبعدين اجت الفكرة انه نعملها على مستوى الجامعة. طب هلا هذا الجسر انت عامله؟ شو قد ايه بياخذك مثلا وقت تعمله؟ بياخذ تقريبا 10 ساعات. 10 ساعات؟ 10 ساعات شغل. اوكي. وبس المواد المسموح استخدامها هي عيدان الاسنان والصمغ تاع الخشب، طبعا احنا ملونينه عشان هو بس هو صمغ خشب طبيعي. و طبعا تغلبنا كثير لما نظمنا المسابقه اول مره، تغلبنا كثير بالتنظيم، حطينا القوانين اول مره، بنينا جسرين وجربنا نكسرهم عشان نشوف اذا القوانين صحيحه يعني ونقدر نطبقها. وحلينا بصراحه كثير اجتنا كثير مشاكل واضطرينا انه نحلها عشان تزبط المسابقه يعني زي ما بدنا. هلا هندسيا عيدان الاسنان لها خصائص معينه او يعني هلا في شروط معينه للوزن وللطول لتتحمل للثقل صح؟ هلا انا مش مهندس ومش كثير صحبه اصلا مع القوانين، بس في خاصيه معينه لعيدان الاسنان؟ هلا عيدان الاسنان نحن بالقوانين محطوط كان قديش لازم يكون نصف خطرها، قديش لازم يكون طولها، طول العود الواحد، وقديش لازم ابعاد الجسر حددناها، الابعاد مثلا اللي مش محموله من السبورت، حددنا كمان انواع وعيد الصمغ، حددنا نوع الخشب. بس اوكي. المجسم اللي فاز قد ايه تحمل وزن؟ تحمل 35 كيلو. 35 كيلو. اوكي نشوف فهد. كيف حالك؟ هلا انت كنت مسؤول عن العلاقات العامه والتسويق صح؟ بالزبط. يعني هيك فكره كيف سوقت لها، من اي منطلق؟ هلا هاي الفكره كان مبدا تسويقها انه احنا بصراحه نون بروفيت اورجنايزيشن، فكنا محتاجين لمكان نعمل فيه المسابقه، كيف نخلي طلاب الجامعات الثانيه انه يكونوا يعني يهتموا للفكره، يعني بسموها تو بي اوير للفكره، عشان ما بيعرفوا عنها اي شيء بفتره قصيره، كان معنا تقريبا 20 يوم نخليهم يعملوا تصفيات عندهم بالجامعات وبعدين يجوا على التصفيات اللي عندنا، والحمد لله نجحت معنا، فبدنا نوصلهم اياها بطريقه منيحه. وانا صراحه بناء على انه بدرس بزنس، فاخذتها انه ليش ما يكون كل شيء مبدا تخصيص العمل يكون شيء مدروس بروفيشنال. يعني عملنا بوسترات، عملنا رولوبس، عرفنا كيف، عملنا ويب سايت، عملنا على الفيسبوك، عملنا ايفنت على الفيسبوك. حلو. فهاي هي مبدا كان انه كنا نعمل ماركتينج تيمز ونلف على الشركات، نلف على المكان اللي بدنا نسوي فيه. بصراحه فادنا ويعني كشباب شخصيا وفاد النادي انه جبنا فند، جبنا مصاري انه عشان صراحه نعمل جوائز، ان نقدم للناس الهدايا تبعتهم. بنفس الوقت كان في اثر على طلاب الجامعه عندنا، خاصه طلاب البزنس، يعني طالب الهندسه كان انه في فرصه متاحه قدامه يطبق بايديه عملي. احنا طلاب البزنس كسرنا الخوف الرهبه، انه انا كنت اقعد مع بني ادم مستحيل اني احلم اقعد معه، بيكون مدير شركه مع احترامي للكل، فانا صار عندي كسرت هالرهبه، طورت مهاراتي، صرت مش محصورة بالكتب. خلينا بالضبط، مش محصورة بالكتب، لأنه لازم كل واحد يعرف شو بده قبل ما يتخرج من الجامعة، لأنه في ناس